فريق الدفاع الحسني الجديد كنا عارفين مسبقا بان غادي تكون مقابله قويه. هذا راجع لان الفريق كيحتل الرتبه الثالثه والفريق اللي كيشارك في الاحصائيه الافريقيه. احنا كنا جينا في الاسبوع الماضي مقابله فريق الوداد البيضاوي وكنا عطينا واحد البريستاسيون على اللاعبين ديالنا، عطاو صوره جميله بانهم فريق كيلعب كره، ولكن كنجيو نشوفوهم في المقابلات كنقولوا بان الفريق هذا ما يستاهلش هذه المرتبه اللي فيه، ولكن هذه هي كره القدم. لعبنا في الجوله الاولى كانت ضدنا الرياح، فإلى اننا نحاولوا ان ندافعوا ونخليوا الفريق الخصم انه باش يحاول يسجل علينا، ولكن حنا نلعبوا على المرتدات. ما تحتش الفرصه، خرجنا متعدين، وفي الجوله الثانيه سجلنا هدف ديالنا وقلنا باش نحافظوا عليه، ولكن الجوله الاولى جديد بانه غادي يحاول باش يسجل الهدف ديال التعادل، يعني غادي نلعبوا حنا على المرتدات. ولكن واخا النقص العددي، انا شهاده النقص العددي ديال الفريق الجديد ما دارش طيله المقابله. فريق قوي، تحولهم فرص العارضه كانت من في الجانب ديالنا، وهذه كره القدم والنتيجه ديالنا كتبان لنا. انا بالنسبه لنا التعادل كتعطي واحد لافالور لهاد اللاعبين اللي عندنا، لان ملي كنشوفوا جميع المقابلات اللي تنلعبوا حنا ما نستاهلوش هذيك الرتبه، ولكن النتائج السلبيه اللي تراكمات على الفريق، يعني اللاعبين كاين واحد فقدان ديال الثقه، ولكن الحمد لله. الانتدابات اللاعبين اللي انتدبناهم هما اللي كيلعبوا معنا دابا كانوا ثلاثه اللاعبين من فريق الوداد البيضاوي زائد شابو، يعني هاد اللاعبين هادو عطاونا ان بلوس للمجموعه، ولكن هذاك الانسجام ما غايجي ما جانا حتى الفترات الاخيره. بالنسبه لنا حنا فريق الراسينغ البيضاوي ماشي ان هاد المرتبه هادي يعني صافي كنقولوا باننا حنا صافي، راه ولكن كي قلت لك ان الهاجس الكبير عندنا دابا هو رد الاعتبار لهاد اللاعبين لوغ دوني اون فالور باش اعطي لهم اون بون بريستاسيون. ونتمناو الموسم القادم ان شاء الله بهذه المجموعه هذه نحاولوا نديروا العوده في الموسم المقبل ان شاء الله. سي شريف.